زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس معرض دمشق الدولي، وجال في عدد من الأجنحة للاطلاع على مشاركة الشركات والفعاليات الوطنية من القطاعين العام والخاص، واستمع من القائمين عليها إلى مطالبهم لتعزيز ودعم الإنتاج المحلي بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني. طبعا ما شاهدتوه على مدى الايام الماضيه الاسبوع الماضي منذ ان اطلقنا الدوره 61 لمعرض دمشق الدولي كان حقيقه رساله للعالم كله عن حقيقه سوريا بكل مكوناتها. اليوم المعرض الاوسع والاكبر والاضخم على في تاريخ معرض دمشق الدولي وايضا على صعيد المنطقه بتنوعه الاقتصادي والثقافي والسياحي والاجتماعي وكل النشاطات المكونات اللي هو بيعبر حقيقه عن واقع الشعب السوري وتصميمه وصموده رغم كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها الحرب بعد 8 سنوات. شاهدت هذا الإنجاز العظيم للشعب السوري اللي كان نتاج حقيقي لتضحيات قواتنا المسلحة اللي صنعوا النصر على مدى 8 سنوات وسمحوا فعلا لأبناء الوطن لحتى يمارسوا نشاطاتهم وفعاليتهم بنوعية إن كان في الأداء والحضور وإن كان في النوعية وطريقة العرض حتى فيما يتعلق بالاستثمارات والتعاملات الاقتصادية في المجال الثقافي في المجال السياحي في المجال كل النشاطات الأخرى بيعبر حقيقة عن واقع الشعب السوري وواقع سوريا. اليوم هناك كان حقيقة خطوات كبيرة فيما قدمت وبدأت وظهرت نتائجها خلال الأيام الحالية وحاليا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهو الشيء الأهم العقود العديدة في كافة المجالات. في القطاع الغذائي كان هناك إنجازات كبيرة حقيقة للقطاع الخاص وأثبت حضوره وفعاليته بشكل كتير كبير في السوق العالمية لجهة أول شيء عدد الزائرين والدول اللي تم إبرام عقود معها من دول عديدة. يعني القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص شكل رسالة حقيقية في واقع الاقتصاد السوري وبدأ عملية الإنتاج وبدأ عملية إعادة الإعمار في كافة مكونات وخاصة بناء الإنتاج من ثاني وجديد.